فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. قررت المكتب الجامعي لكره القدم المصادقه على القائمه الدوليه للحكام 2024 بالنسبه لحكام الساحه هذه الاسماء: هيثم قيره، صادق السالمي، محرز الملكي، امير لوسيف، يسري بالي، نزار الطيف، ونعيم حسني. حكام الدوليين المساعدين: أيمن إسماعيل، خليل الحساني، فوزي جريدي، أحمد الذويوي، يوسف الجامي، محمد باكير، ووائل الحنشي. حكمات الساحة: درساف القنواتي، آمن العجبوني، أسمى شوشان، ومراسلة الفيفا لطلب إضافة حكم ساحة رابعة ميسا بنجيما. بالنسبة للحكمات المساعدات: هدى عفين، أمان الهمامي، خلود العامري، ونسرين الورتاني. حكام الفار نلقاو هيثم قيراد، درساف القنواتي، محرز الملكي، وأمير لوسيف. حكام مساعدين في الفار: خليل الحساني، أيمن إسماعيل، وهدى عفين. ثلاثة حكام بالنسبة لكرة قدم الشاطئية: شريف بن حماد، محمد الحبيب هبة، وحمدي بشير. بالنسبة لكرة القدم داخل القاعات ثلاثة حكام كذلك: نبيل قديش، أيمن كمون، وأكرم الهنتاتي. هذه القائمة الدولية بالنسبة للمصادقة على قائمة الحكام الدوليين لسنة 2024. كذلك صادق المكتب الجامعي على مقترح الإدارة الوطنية الفنية المتمثل في أحداث مدرسة فيدرالية في كافة مناطق الجمهورية التونسية بالنسبة للأعمارهم بين 5 و 12 سنة، على أن يشرف على كل مدرسة فيدرالية أحد خريجي المعاهد العليا للرياضة العاطلين عن العمل. كما تقر أحداث بطولة جهوية وطنية تجمع بين مختلف المدارس الفيدرالية. كما صادق المكتب الجامعي على مقترح الإدارة الفنية الوطنية المتمثل في أحداث مدرسة فيدرالية تونسية لكرة القدم بباريس وقت يتوفر القانون، الإطار القانوني اللي يسمح بذلك. استناوا شوية، ممكن المدرسة هذه في باريس. كما قرر المكتب الجامعي تقديم استشارة للفيفا بهدف أحداث هيكلين جديدين: ربط بطولة الشبان النخبة، وربط الأكاديميات الخاصة. والمصادقة على موعد 1 أكتوبر القادم لانطلاق نشاط المدرسة الفيدرالية للجامعة التونسية لكرة القدم. كما قرر المكتب الجامعي التمديد في فترة تنقلات اللاعبين الهواة والشبان إلى موفى 31 أكتوبر القادم. فريق الملعب التونسي أصدر بلاغ يطالب فيه بتحكيم أجنبي للمباراة القادمة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الملعب التونسي في هذا البلاغ أكد أنه تعرض للعديد من المظالم التحكيمية في المباراة الفارطة. مهاجم فريق نجم المتلاوي حازم المستوري ينتقل بصفة رسمية لفريق النجف العراقي. حازم المستوري كان سجل هدف في مرمى الاتحاد الرياضي المنصيري في المباراة الفارطة. 26 سنة مهاجم ينتهي عقده مع نجم المتلاوي في جوان 2024. اللاعب السابق لفريق النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي محمد علي منصر ينتقل الى فريق اف سي برامبري السويدي. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى يعلن رسميا عن انهاء العلاقه التعاقديه مع المدرب خالد بن يحيى وتعيين المدرب عبد الستار بن موسى كمدرب جديد للفريق. نهاية هذا الأسبوع الموعد مع عودة مقابلات إياب الدور التمهيدي الثاني للشامبيونز ليج الأفريقية وكذلك كأس الاتحاد الأفريقي. ثلاثة نوادي تونسية في السباق: الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. ثنائي هذا موجود في الشامبيونز ليج الأفريقية والنادي الأفريقي في كأس الاتحاد الأفريقي. في كأس رابطة الأبطال الأفريقية الترجي الرياضي التونسي يلعب مباراة يوم السبت القادم ضد فريق الديوانة البوركينابي. مباراة تنطلق مع 5 العشية في ملعب حمد العقربي برادس. مباراة الذهاب كانت لصالح الترجي الرياضي التونسي والانتصار بنتيجة هدف مقابل صفر.
في المقابل النجم الرياضي الساحلي كذلك يلعب مباراته يوم السبت القادم في ملعب مراكش ضد فريق الجيش الملكي المغربي، مباراة تنطلق مع 7:30 متاع العشية بتوقيت تونس بقيادة الحكم باسيفيك ندابي من بوراندي. نذكر مباراة الذهاب كانت لصالح النجم الرياضي الساحلي في ملعب سوسة بنتيجة هدف مقابل صفر. يوم الخميس القادم يسافر وفد النجم الرياضي الساحلي إلى المغرب على متن رحلة عادية، طائرة عادية، رحلة عادية تنطلق 6:30 من مطار تونس قرطاج. هذا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، كما قلت يوم الخميس القادم يتحول وفد النجم الرياضي الساحلي إلى المغرب إلى كازابلانكا من تونس قرطاج، ثم رحلة داخلية من كازابلانكا إلى مدينة مراكش. نذكر المباراة في ملعب مراكش الكبير. البارحة الجيش الملكي المغربي منافس النجم الرياضي الساحلي كان فاز في البطولة المغربية لحساب الجولة الرابعة على مولدية وجدة خارج القواعد. الجيش الملكي كان فاز 3-0. أحمد حمودان، ربيع حريمات من ضربة جزاء، ولامين دياكيتي. أحمد حمودان لعمل مباراة كبيرة في المباراة الذهاب في سوسة. لازم نردوا بالنا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي أمام منافس محترم ومحترم جدا اسمه الجيش الملكي المغربي. إن شاء الله يعود بورقة العبور النجم الرياضي الساحلي لدور المجموعات. شأنه شأن الترجي الرياضي التونسي كذلك في مهمة في ملعب محمد العقربي، هذا بالنسبة للشامبيونز ليج. وكذلك أيضا نتمنى الحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في كأس الاتحاد الإفريقي، يلعب مباراته الإفريقي يوم الأحد القادم ضد فريق باهير دار كينما الأثيوبي. مباراة تنطلق مع 4 في العشية في ملعب محمد العقربي بيرادس. كما قلت إن شاء الله بالحظ والتوفيق بالنسبة للنادي الإفريقي، وقت اللي نعرفوا أنه مباراة الذهاب نذكر كانت الأسبقية للفريق الأثيوبي 2-0، لكن قادر النادي الإفريقي أنه ينتصر بنتيجة عريضة أمام هذا الفريق الأثيوبي ويتأهل للدور القادم. بالحظ والتوفيق للثلاثي التونسي النجم والترجي في الشامبيونز ليج الإفريقي في كأس الكاف. إذن يتوقف نشاط البطولة هذا الأسبوع على نستأنف الأسبوع القادم، وهذا برنامج الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى أيام 7 و8 أكتوبر القادم. في المجموعة الأولى الملعب التونسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، مستقبل سليمان نادي الإفريقي، الأولمبي البيجي مع القوافل الرياضية بقفصة. في المجموعة الثانية ترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الرياضي المنستيري، نجم المتلوي نادي الرياضي البنزرتي، واتحاد تتاوين مع المستقبل الرياضي بالمرسى. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يلعب اليوم العشية مباراة إياب الدور الأول للتصفيات المؤهلة للكان ضد منتخب النيجر، مباراة تنطلق مع 3:30 متاع العشية في ملعب سليمان. ذكر المباراة الأولى ضد هذا المنافس انتهت لصالح المنتخب الوطني التونسي على نفس هذا الملعب ملعب سليمان بنتيجة عريضة 7-0. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يراسل الكاف رسميا ويعلن عن سحب ملف الترشح لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 و2027. في الليغا الإسبانية الموعد اليوم مع زوز مقابلات، مباراة تنطلق مع 6 متاع العشية سي في مع ألميريا، و8:30 متاع ليل مواجهة بين ريال مايوركا وبرشلونة. في الكالتشو الإيطالي مباراة تنطلق 8:45 اليوفي مع ليتشي. في البطولة الفرنسية مباراة تنطلق 8 متاع ليل بين ليل رانس. أكنكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موجز 8 مع زميل مكرم الهداجي، إلى اللقاء.